الإمارات قدمت مساعدات عاجلة إلى الشعب اللبناني بعد الانفجار والحادث مباشرة، وكانت من أول الدول التي وصلت المساعدات إلى الشعب اللبناني. طبعا هذه المساعدات عبارة عن مواد طبية ومواد غذائية وحليب أطفال والمشتقات الغذائية. اولا سير الرحله بوقت قياسي، يعني لما عرفوا انه في كتات واحنا مستعدين انه نقولها بس محتاجين وسيله للنقل، اظن انه يعني تم تسيير الطياره بوقت قياسي الموافقه عليها وصلت لبنان خلال ساعات بعد الانفجار. يعني هذا كتير سهل علينا انه نقدر نستجيب بالوقت القياسي بوقت سريع للاصابات اللي على الارض. احنا في عنا تاريخ قديم مع الامارات، تاريخنا هو كتير كتير معروف بالعلاقة الانسانية، دايما دولة الامارات سباقة بهذا الموضوع. اكيد هيدي واحدة من المبادرات الرائعة والمطلوبة دائما، لانه برجع بقول السلطة ما منوسع فيها، بالتالي الجمعيات ومنهم الصليب الاحمر حتما هن مصدر ثقة، وحتما لازم يتم التعامل معهم بالمباشر مش بإطار وسيط الدولة، مش بوسط الدولة. مبادرة كتير منيحة انه نحنا ثقتنا بالجيش وثقتنا بالصليب الاحمر او باي جمعية بتختص شوي بس يحس نحنا هون كشعب انه عجد في حقوق شوي عم ناخدها. أنا اللي شفته إنه كانت دولة الإمارات عم بتحط على ربطات الخبز إنه غير مخصصة للبيع، بس للأسف نحن بسلطة فاسدة كلياً.